اليوم أنا ماشيين إلى مؤسسة ثانية لا تقل أهمية على المؤسسة الأولى، وهي المؤسسة الشرعية اللي راح تقنن وتعيد النظر في كثير من القوانين اللي موجودة باش نمشيو إلى هذه الجمهورية الجديدة. لابد تكون قوانين مرنة، قوانين جديدة، قوانين عندها رؤية مستقبلية، رؤية استشرافية. فالآن رانا ماشيين باش نبنيو هذه المؤسسة. اعتبرها فرصة سانحة في ظل قانون الانتخابات الجديد لإعطاء فرصة للشباب وللمرأة، وجعل أننا اليوم في قائمة موحدة فيها مزيج أو خليط يجمع بين الكفاءات، بين الخبرة، بين الصفة، وهذا ما يعزز قوتنا لرايحين انتخابات 12 جوان إن شاء الله بعزيمة وبتفاؤل كبير.